في يوم من الأيام في إحدى القرى كان يعيش طفل كثير الكسل، كان معروفاً بالإهمال ونقص الاهتمام، وكان عادة ما يضيع أوقاته في أشياء تافهه ويهمل واجباته ويتكاسل في كل الأمور، على الرغم من النصائح المستمرة من أفراد عائلته وأصدقائه، إلى أنه لم يستطيع التحكم في وقته واستغلاله استغلالاً أرشد. وذات يوم زار القرية رجل كبير في السن كان يمتاز بالحكمة والذكاء، وكان عاده ما يستعمل هاتين الخصلتين في حل مشاكل الناس. حين سمع الطفل بالخبر قرر أن يزوره ويطلب منه النصائح والأرشاد، فذهب إليه وقال: سيدي، هل يمكنك أن ترشدني حول كيفية استغلال أوقاتي؟ أحسن استغلال؟